وصلنا لرانديفو لليوم ورح ننتقل على منطقة رائعة من لبنان وهي وطل جوز مع شيرين نخول وروجين نخول. أهلا وسهلا فيكم شيرين. هيدي السنة الأولى يلي بيصير هيدا المهرجان؟ هيدي ثالث سنة بنعمل مهرجانات بوطل جوز، لثالث سنة بنعيد المهرجانات. هالسنة بطريقة شوي أكثر منظمة وامتد لفترة جمعة. نعم. قبل كنا نعملهم أقل من هيدي المدة، هالسنة عاملينها من 11 ل 16 آب. نعم. وكيف عم بتكون التحضيرات وشو على البرنامج روجي؟ أول شيء في عنا أول يوم ب 11 شهر 11 آب 3 مسرحية جبال الصوين. يرجع 12 شهر في عنا ملحم زين. نعم. و 13 رويدة عطية. يرجع 14 آب في عنا إعادة لمسرحية جبال الصوين. وب 15 شهر مين عم بيكون عم بيمثل عم بينظم هالمسرحية أو عم بيقوم بكل يعني الإخراج والترتيبات لهالمسرحية اللي هي بنعرفها كثير منيح ومسرحية قديمة وعريقة جدا؟ مزبوط، هي انعرضت بسنة 69 ببعلبك، واللي عم بيمثلوا هن يا ابناء الرعيه يا ساكنين بالرعيه. وفي عنا المخرج استاذ شرب الكميل شعيا واستاذ جريس موسى على الديكور. نعم. بس وليه اجى ببالكم انه تعيدوا مسرحيه قديمه؟ يعني قد ايه هالشيء بيزيد اضافه على المهرجان شيرين؟ مزبوط، نحن عدنا المسرحيه لانه كنا بنعرف راحتنا قد ايه هن عندهم جمهور وقد ايه الاشخاص بتحب هيدي المسرحيه. من هون اجت الفكره انه نرجع نعيد المسرحيه، اشخاص كانوا اوريدي بيعرفوها من قبل، يعني كل الجيل القديم بيعرف المسرحيه، مشان هيك تمرن عليها الجيل الجديد، يعني الشباب والصبايا المتواجدين حاليا بالضيعه تمرنوا عليها أكيد بمساعدة المخرج شربل كرمال يقدروا يعيدوها ويقدوها هيدي السنة. قديه الشباب والصبايا هيك عندهم التزام بهالقصص، عندهم التزام بالمهرجانات أو حتى بكل المشاريع عم تكون بالضيعة؟ أكيد بيكون في التزام لأنه التمرين لهم أكثر من 3 أشهر عم يتمرنوا، دونك أكيد بدهم يلتزموا تيقدروا يقدوا المسرحية، وخاصة لما عم نحكي مسرحية رحبانة في أكيد التزام من الممثلين ومن كل الأكيب اللي عم يهتم حتى باللوجيستيك تبع المسرحية. وحتى يعني القسم أو الشق الموسيقي كيف عم بيكون محضر؟ يعني عم بيكون معزوف من أول وجديد وكل شيء؟ يعني هي بلاي باك، الأغاني بلاي باك. نعم. وجايبين أستاذ إلينا خول على الصوت والإضاءة. نعم. أنا إذا بتسمحي لي بس بدي كفي البروجرام. أكيد. كنا يعني ما قدرت ما أتوقف عند هالمسرحية الحلوة. صحيح. نعم. مسرحية عريقة. في عنا السبت الساعة 5 كازادو، وبيرجع من عشية في عنا زجل، بتعرفي الزجل تراث وثقافة. جاي عاملين مباراة بين دينيس فير وإلي بو أنطون، فيصل الصايغ مع حبيب بو أنطون، وجريس يعوب نخول مع فادي فياض. هيدي السبت الساعة 9. نعم. عم نشوف على كل حال الفلاير عم يمرق قدامنا بيعطي كل التفاصيل. عظيم. 11 و14 و16 بالمسرحية. كمان هم بنحب نقول انه المسرحية دخول مجاني لها. ب 12 بيجي ملحم زين، يرجع ب 13 رويدة عطية، وب 15 مباراة الزجل. مباراة الزجل خبروني شوي هيك عنها، أعطوني بعض التفاصيل. ليش مباراة زجل؟ ليش رجعتوا للزجل؟ صح. بكل بساطة نحن من زمان رجعنا للزجل، أو بالأحرى ما تركنا الزجل تنرجع له. يعني نحن من وقت ما بلشنا المهرجان، يعني من 3-4 سنين جددنا، هو كل سنة عنا زجل. مثل ما بتعرفي وطن الجوز ضيعة، والزجل هو تراث وثقافة، ومش لازم يعني التكنولوجيا تمحي الزجل. يعني مثل ما الفن والطرب عنده جمهوره، كمان الزجل عنده جمهوره، وما مش لازم جمهوره. كيف عم بيكون هن بس رجال كبار؟ لأنه عم نشوف مؤخرا موجة شباب عم بيرجعوا كمان يرتدوا للزجل، عم بيرجعوا يحبوا الزجل، عم بتكون هيك القصة وكأنه مهضومة، يعني نكت أو يعني بعض التنغيم على بعضهم خلينا نقول. صحيح، مش بس من الكبار أبدا الزجل، يعني الواحد إذا بحب الزجل إن كان صغير أو كبير رح يحبه، وإذا ما بحبه كمان العمر ما له تأثير. هي بتجي مثل مثلا هواية، يا بحب الشغلة يا ما بحبها. ونحن يعني عم نجيب أفضل الشعراء تاللي بحب الزجل يلاقي مطلوبه، يلاقي طلبه بهالحفلة بالذات. وأكيد الحفلة فيها عشاء مؤمن وكل شيء يعني منظم. وطن جوز وين بتصير تحديدا؟ كيف فينا نوصل؟ قديه بيكون سهل إنه نوصل عليها؟ وكيف الطقس عم بيكون كمان؟ وطن جوز بتصير ورا من بعد فيترون،
انتو طالعين على ميروبا في مفرق على ايد الشمال من بعد ضيعت فيترون دغري بتصير هونيك يعني هونيك بنطلع على الوطن بجرود كسربان بجرود كسربان اكيد طقسها كثير حلو هلا صيفي يعني اكيد طقس حلو ما في شوب وما في سقعه بذات الوقت وهي منطقه جبليه ومسكون يعني بتلاقي كل افراد قد ايه العلو عن سطح البحر تقريبا بوتر جوز بتتراوح بين 1200 1300 وبين 1005 فيها شوي سقعه عشيه ايه بس نحن بقاعه مغلقه الاحتفال رح يكون بقاعه نعم بعدين حراره الجمهور وعجقه الجمهور ما رح تخليكم تبردوا حراره اهل الضيعه اهم شيء 100% حراره استقبالنا نعم أكيد. فاذا بتحبوا تشرفونا اذا بتحبوا تشرفونا ما تحطوا حجه بالسقعه ابدا شكرا لك هل ببلش من هلا التفكير بالسنة المقبلة بالمهرجان الجاي وشو عم بيكون فيه خلال الشتوية هل عم بتفكروا ممكن بنشاطات خلال الشتوية نحن إذا بدك يعني بالشتوية بين كانون الأول وشباط منكون قررنا وصار عنا فكرة شو ممكن يكون فيه بالنسبة للصيفية لتعرف لأنه مسرحية مثل هيدي بدك أول شيء تحكي مع بيت الرحباني مشان تاخذي الموافقة أكيد وبعدين بدك تحضري له ما فيك بجمعة وبشهر تطلع تأديها على المسرح مسرحية يعني عم تحكي مسرح الرحباني ثلاث أشهر بالقليلة تحضير إيه وبدي أذكر بشغلة إنه المسرحية مش مصورة يعني المخرج يعني هو عم يبتكر المشاهد وهو عم يتصور كيف ممكن يكونوا المشاهد أنا بس كمان يعني وكأنه في إعادة للإخراج كمان صح مظبوط يعني هو عنده الطوش تبعوله المخرج لأنه في أدابتاسيون للشباب الصبايا اللي عم بيمثلوا فيها لأنه هن بالآخر هوات منهم بروفيشنال يعني هيدا السؤال سبقتيني عليه هل هن عم بيكونوا أشخاص دارسين مسرح دارسين إخراج ولا هن فقط من باب الهواية مظبوط من باب الهواية ومن باب الحماس أكثر من الهواية يعني أنا مثلا ما بروح بمثل بغير ضيعة بس ضيعتي لأنه عندي حماس بمثل فيها وقديش بيطلع مني يعني بيكون كثير منيح بس بدي اذكر شغله انه ب 11 الشهر يعني اول عرض في عندنا تكريم للاستاذ او للممثل الكبير استاذ ويليام حسويني نعم هو كمان مثل بهيدي المسرحيه وكلنا بنعرفه شويشه مسرح الرحباني استاذ ويليام اكيد شنو كنت بدك تزيدي لي شيء عن المشاركين انا كنت عم بقول صح انه المشاركين هن كلهم هواد هم من اولاد الضيعه ما في غير الا المخرج هو حدا بروفيشنال درس اخراج بس بقيه الاشخاص كلها هن هواد لانه بحبوا الضيعه ولانه محمسين يعملوا نشاط بساعد الضيعه وبحب اقول هون انه كل الاكتيفيتي اللي عم نعملها هي بهدف بناء الكنيسه نحن عم نبني كنيسه بوطن جوز عم نكبر الكنيسه تبعنا دون كل النشاطات اللي عم تعملها ريعه رح تكون بناء استكمال بناء الكنيسة ولما منقول هيك هالهدف السامي بالفعل يعني مين اللي عم بيحضر اللجنة كيف تكونت مين عم بيكون عم يشتغل على هالموضوع طبعا البلدية داعمة يمكن أكيد أكيد هي اللجنة مكونة من كمان من شباب الضيعة هي لجنة مهرجانات وطن الجوز هن كلهم أشخاص من الضيعة بمساندة لجنة وقف الكنيسة وأكيد مع البلدية أنا بدي أقولكم يعطيكم ألف ألف عافية وإن شاء الله المهرجان بيكون ناجح وموقف ذكرنا بالتواريخ وين ممكن يلاقوا بطاقات للي بدهم يحجزوا جاي رح اعطي انا رقم 03-41-85-51 رقم انطون نخول في حال بحدا بده بحب يستفسر بيتصل على هيدا الرقم كل البطاقات موجوده وكل المعلومات كمان موجوده على هيدا الرقم ونحن ذكرنا التواريخ نذكر فيهم هن 11-14-16 مسرحيه جبال الصوين 12 ملح مزان 13 ويضة عطية 15 كزدو مع سهرة زجل ومنتأمل تشريف كل حدا عم يسمعنا ونحن منتأمل أنه كل مناطق لبنان كون عم تشتغل بهالزخم لحتى تقوى أكثر وأكثر السياحة الداخلية ويجوا سواحنا من قلب لبنان ومن برات لبنان كمان على مناطقنا إن شاء الله إن شاء الله نحن عم نتحدى الوضع أهلا وسهلا فيكم تفضل أهلا في أنا بس بدي أشكر الام تي في يعني هيدي السنة التالية على التوالي بتستضيفنا ومنشان تنحكي عن مهرجاننا إن شاء الله على طول المسيرة مستمرة إن شاء الله دائما أهلا وسهلا فيك شيرين نخول أهلا وسهلا فيك روجي نخول بدي أدعيكم أدعي المشاهدين هيدين كلهم انه يتابعوا معي بعض الايفنتس والاحتفالات اللي عم بتصير حاليا بلبنان بنبدا بمهرجانات غسطة 2015 28 و30 اب على الساعة 7:30 او ابتداء من الساعة 7:30 المساء ب 28 اب سلطان الطرب جورج وصوف وب 30 اب ما في مثله شو مهرجانات الارز متابعين 7 و8
ليلة 8 آب نجوى كرم وجوزيف عطية، رح بيكون عم يتولى إخراج الحفل المخرج باسم كريستو. البطاقات بتلاقون بفيرجن ميجا ستور وببويري بريس الكاسليك. مهرجانات القبيات ب 15 و16 آب على 8:30 المساء بالقبيات، ب 15 آب وائل كفوري وب 16 آب عاصي الحلاني. مهرجانات بيت الدين من أول آب ل 8 أيلول ابتداء من الساعة 8 المساء لل 11:30 المساء ببيت الدين، ب 5 آب مرسى الخليفة طبعا مرق ب 14 و15 الشهر كاظم الساهر، ومختلف فنانين رح بيكونوا على الموعد خلال هالسهرات الكبيرة. هيدا كان رانديفو لليوم، رح مناخد بريك قصير ومنتابع من بعدها MTV Alive.